نظم عدد من أكاديمي وطلاب جامعة صنعاء وقفة احتجاجية أمام كلية الشريعة والقانون، استنكروا فيها استمرار اعتقال الدكتور مصطفى المتوكل رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مأرب. أكثر من 3 أشهر مضت على اعتقال الدكتور مصطفى حسين المتوكل رئيس هيئة الاستثمار لدى سلطة الفارهادي في محافظة مأرب أثناء عودته من مملكة المغرب، ما دفع بطلاب جامعة صنعاء وعدد من أكاديميها إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام كليات الشريعة والقانون في الحرم الجامعي مطالبين بإطلاق سراحه. لم نسمع عنه أي شيء إطلاقا. أنا رحت مأرب وقعدت هناك حوالي 10 أيام كاملة، طلبت منهم انهم يخلونا نتخذ الاجراءات القانونيه للدفاع عن الدكتور مصطفى، ويقولوا لنا ما هي تهمته حتى ندافع عنه. اخذت معي حتى المحامي، طبعا هم قالوا ما فيش حاجه اسمها قانون. يا اخي الكريم، اقتلبت الموازين واصبحنا في يعني زمن غريب جدا. الانسان الاكاديمي حامل القلم، حامل رايه العلم، حامل رايه هذا، يكافأ بهذه المكافاه. أسرة الدكتور المتوكل حملت من قام باختطاف والدهم كامل المسؤولية في حال تعرضه لأي أذى أو تعذيب نفسي، كون اعتقاله يتنافى مع القانون والقيم حد تأكيدهم. حمل مسؤولية لمن اعتقل والدي خارج إطار القانون، عن سلامته، عن صحته. من حقنا نحن نعرف وين هو، من حقنا نحن نتصل به، من حقنا نحن نشوفه، من حقنا ان احنا نعين له محامي ونتبع القانون. رسالتي هي لكل يمني حر، والشعب العربي والمسلم كله والشعوب الحرة الذي هي مع حقوق والحريات، ان تستنكر وتدين ما يحدث في اليمن. المحتجون عبروا عن استنكارهم لنهج الاختطاف والاعتقال، داعين الجميع إلى السلام، خصوصا في ظل العدوان الذي يسعى إلى إثارة الفوضى والصراع وتمزيق اللحمة الاجتماعية للمجتمع اليمني الذي يأبى التمزق ويصر على الالتحام في مواجهة العدوان بكل صمود وإباء.